كل دعوة أنت بتدعيها ربنا بيفتح لها أبواب الخير، كل أمنية بتتمناها ربنا بيفتح لها أبواب الخير، أبواب خير كتير لكل أهلنا الطيبين. استنوني كل حد من 3-4 عصرا على راديو مصر، هنسمع طلباتكم ونلبي رغباتكم إن شاء الله، وبإذن الله طول الأسبوع مستمرين معكم على رقم 02-25-78-5893. أبواب الخير على راديو مصر لكل أهل مصر. عمرو الليثي.